البيئة ماشي خضرة فوق طعام، سلسلة من 10 حلقات على مواضيع إيكولوجية كتهم المغرب. بالدارجة والفرنسية غنهضروا على الأزبال، الفلاحة، الماء، النجعة والانتقال الطاقي، مدينة المستقبل وغيرها من المواضيع. غنسمعوا آراءكم، نصائح المختصين، ونزوروا عدة مناطق فيها تجارب نموذجية. البيئة ماشي خضرة فوق طعام، حيث كل شيء ضاير على البيئة. تبعونا قريب على الصفحات الاجتماعية ديال مؤسسة إنغيش بول في الرباط.